المطالب المجمع عليها التي تظهر في الشعارات وتظهر في الهتافات والناس كل مقتنع بها، هذه قيمته أكثر من الدستور. فلا أحد يقبل حكومة بدو ولا أحد يقبل يعني أن يستمر سي بن صالح مع احترامنا للشخص. إذا نتكلموا على الأسماء التي ذكرت، أسماء كثيرة ذكرت، وما عندناش حتى آلية باه نعرف الشعر طالب هذا ولا بهذا. وإحنا حمانا مانا لا ضد زيد ولا عز عمر، إحنا الناس بدأوا يتكلموا الأشخاص ونحن لا نتحدث الأشخاص، وما زال الوقت الحديث الأشخاص. ولو كان نبدأ نتكلموا في الأشخاص راح اختلفنا فيما بيننا. الوقت هو لبلورة الرؤى، ثم لما نلحق للأشخاص نحدد الصفات تاع الأشخاص. والصفات تاع الأشخاص إحنا ثلاثة بغض النظر عن الأشخاص. الصفة الأولى أن يكون مقبولا من الحراك، ما لازمناش نزيدوا نغامر ونقترحوا أشخاص يرفضهم الحراك ونزيدوا نضيعوا الوقت. الصفة الثانية أن لا يكون متورطا في الفساد. والصفة الثالثة أن لا يكون متورطا في التزوير الانتخابي. الناس كل رجعوا للتوافق والانتقال الديمقراطي، الناس كل رجعوا للدور تاع الجيش بهذه الدقة، والناس كل راهم ضد العهدة الخامسة. إذا الزمن احنا أعطانا الحق، كيف لا نبقى في هذه الخطة؟ نحن لازلنا نبحث على التوافق بالجزائريين على أسس ديمقراطية.